حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية. مساء الخير سيدة عهدية. كما تعلمين بأن مجلس الوزراء وافق أمس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كيف تقرأين هذه الخطوة؟ نعم أستاذة، شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا في البداية نيابة عن مئات الصحفيين البحرينيين، أحب أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، الله يحفظه ويرعاه، على دعمه وتوجيهاته المستمرة لإيجاد قانون إعلام مستنير ومتطور. وشكري وتقديري وتقدير جميع الصحفيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعة المساعي الرامية لتحقيق ذلك، وأكد على أن أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام خصوصا ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني وتنظيمه مهم جدا. هذا القرار طبعا قرار نحترمه ونقدره، لأن قانوننا اللي صدر في عام 2002 قانون ممتاز، ولكن حدثت هناك تغييرات كبيرة وجذرية على جميع الأصعدة في العالم، وآن الأوان لتطوير هذا القانون ولتغيير بعض الأحكام، وهذا اللي حصل بالأمس. مجلس الوزراء وافق على تغيير بعض الأحكام اللي موجودة. أحب أقول كلمة مهمة جدا، أن مرئيات جمعية الصحفيين أخذت بالاعتبار، وهذا دليل على أن الدولة تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني، أن لها دور مكمل لدور الحكومة في وضع القوانين والتشريعات اللي تكفل حرية التعبير وحرية الرأي. الصحافة مهمة جدا في البحرين، وجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء في كل مناسبة وفي كل إنجاز تنجز البحرين يقومون بتقديم الشكر والامتنان للصحفيين. الصحافة كسلطة رابعة دورها دور إيجابي، دور جبار، وأنا أعتقد أن هذا القانون وهذه التعديلات التي ستحصل لهذا القانون يأتي أيضا ليقول للصحفيين أن لهم مطلق الحرية في التعبير عن رأيهم عن التعبير، وأن يمثلون صوت المواطن ويوصلون صوت المواطن. ولكن أرجع وأقول هذه التغييرات أيضا تضع مسؤوليات كبيرة على الصحفيين، لأن مسؤوليتنا الأولى والأخيرة تبقى الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن. أرجع وأقول شكر جزيل وامتنان لسمو لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وللزملاء الصحفيين اللي دائما مشرفين هذا الوطن ودائما قائمين على أكثر من واجبهم. نعم السيدة عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.